بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيه بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة وقدس عددنا وسائر الله. أما بعد، اللهم وفقنا وسائر المسلمين من كل وترضى، واقضنا فيهم السوء بما شئت وكيف شئت، انك على ما تشاء قدير، يا نعم المولى ويا نعم النصير. غفرانك ربنا انت البيت المصير، اختم لنا بفقرة السعادة اجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. نكمل قراءة شرح كتاب صحيح الامام البخاري للامام الحافظ الحجة ابي عبد الله محمد بن اسماعيل إبراهيم ابن المغيرة بن بردسبة البخاري مولدا والمدفون بمدينة حرتان بجوار بخار، رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخه وتلامذته وقراء مصنفاته وصفحاته وتاريخه. بقية الأبواب الواردة في كتاب الطب، باب أجر الصابرين الطاعون. لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلم إذا كان في بلد انتشر فيها طاعون أن لا يخرج منه، طب هو جالس في هذه البلد ممكن يصاب بالمرض ويموت في لحظة وممنوع من الخروج، يبقى عليه أن يصبر، وصبر كان له ثواب كبير حتى يمنعه من الفرار، لأنه لو فر منها ينشر المرض في بلد غيره، وإذا كان خارجها لا يدخل. باب أجر الصابرين في الطاعون، يعني ولو لم يصب بالطاعون، يبقى ولو لم يصب، بالنسبة للمطعون أو مصاب لحد ما يموت، بيموت بدري ده في خلال أيام بسيطة يموت. طب اللي قاعد بقى بيواجه الموتى كل يوم وقاعد بيكفن ويغسل وعارف إن هو في أي لحظة هيبقى بيكفن ويغسل، فبيبقى طبعا شعوره صعب. فله هذا الذي يصبر على هذا الحال له أجر كبير. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام البخاري في صحيحه قال: حدثنا إسحاق، إسحاق هو ابن راهوي، والمحدثين يقول عليه راهويا، إسحاق ابن راهويا، قال: أخبرنا حباب، قال: حدثنا أيوب بن أبي القراط، قال: حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنها أنها أخبرتنا، ورواية البخاري رواية البخاري أخبرته، أخبرت مين؟ يحيى بن يعمر المروزي، كان قاضي مرة وبيروي عن سيدتنا عائشة مباشرة أنها أخبرتنا، وفي رواية أخبرته أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الطاعون، فأخبرنا نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء، يعني كان هذا الطاعون عذاب على الأمم الكافرة، فجعله الله رحمة للمؤمنين. يبقى لما بيصيب المؤمنين بيبقى رحمه، لانه ميته شهيد، واللي بيصبر عليه له اجر شهيد، يعني اللي هيموت منه شهيد واللي هيصبر عليه وما يموتش له اجر شهيد، يبقى رحمه كبيره للمؤمنين. فجعله الله رحمه للمؤمنين، فليس من عبد يقع الطاعون فينفذ في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد. فليس من عبد، هنا ليس مقصود بها الذكر، يعني مكلف حتى المرأة لو تربط النساء، فليس من عبد يعني ولا أمة، فليس من عبد يقع الطاعون فينقذ في بلده صابرا وهو قدر على الخروج
قادر على انه يفر الا انه ملتزم بايه؟ بامر النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يضر غيره. يعلم انه لن يصيبه الا ما كتب الله له الا كان له مثل اجر الشهيد، الا كان له مثل اجر الشهيد. يعني معناه حتى لو لم يموت له اجر ايه؟ مثل شهيد، ولو مات له شهيد. تابعه النضر عن داود، النضر اللي هو النضر بن شمي شبه النضر عن داود بن ابي الفرات اللي هو ايه في الروايه السابقه. باب الرقى بالقران والمعوذات. والرقى وسيله من وسائل الايه؟ العلاج. الرقيه وسيله من وسائل العلاج عند المسلمين وعند بعض حتى الامم الاخرى عندهم رقى، والنبي كانت تعرض عليه رقى الجاهليه وان كان فيها بعض الكلمات الخطا كان يحذفها، والكلمات الصحيحه يستعملونها. وكان يقول اعرضوا علي رقاكم فما فيها من صحيح يبذل. يبقى الرقية علاج قديم حتى قبل الإسلام في الأمم، وفي الإسلام الرقية علاج من السحر ومن العين اللي هي الحسد، وأيضا علاج من إيه؟ من السم، من لب العقل وغير ذلك. يعني هي وسيلة من وسائل العلاج المعتبرة. باب الرقى بالقرآن والمعوذات. المعوذات اللي هي إيه؟ المعوذتين، وبيضاف إليها قل هو الله أحد. فقل هو الله أحد والمعوذتين، المعوذتين مجموع آياتهم 11 مع قل هو الله أحد 4 كلهم 15. عشان كده المصريين لما بنشوف واحد إيه يقول له خمسة وخميس. خمسة وخميس يقصد إيه؟ يعني بيذكره بآيات المعوذات. مش كلمة فرعونية يعني بشرك والكلام بتاع الجماعه ده مش فاهم. يعني كأن تذكر الخمسة والخميسة يعني المعوذات، يعني ايه؟ كأنه يضع المعوذات في عينه يعني. وعن ابي قال حدثني ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام عن معمر. هشام ده صنعاني ومعمر بن راشد صنعاني، لكن ابراهيم بن موسى ده ايه؟ رازي ابن يزيد الرازي السلام. قال اخبرنا هشام عن معمر عن الزهري اللي هو محمد بن مسلم بن شهاب عن عروة اللي هو ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان ينفث على نفسه. ينفث ينكث، تنفع كسر الفاء وضمها لغتان صحيحة. كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات. يعني يقرأ المعوذات وبعدين ينفث ثلاث ايه؟ تفلات كده، وبعدين يمسح على ايه؟ على جسده صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته كان يفعل ذلك. وهل النفس يكون قبل القراءة ولا بعد القراءة؟ في احاديث تدل على انه كان قبل القراءة، واحاديث تدل على انه كان بعد القراءة، والراجح ان ما بعد القراءة اولى. ليه؟ لان بعد القراءة هيكون الريق تولد من حركة لسانك بالقرآن، فيبقى ريق طاهر ايه؟ تولد من قراءة القرآن. فيبقى في الحالة دي لما تنفس بتنفس بهواء القرآن، وبتنفس كمان برذاذ الريق الذي اختلط بقراءة القرآن. كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات، فلما ثقل كنت انفث عليه بهم، وفي روايه كنت انفث عنه بهم، يعني بالنيابه عنه كانت هي اللي تعمل، وبعدين تاخد ايد النبي تمسح بيها جسد النبي تبركه باليد الشريفه. يبقى هو لما ثقل خالص كان الاول بيقرا لنفسه بيمسك، فلما تعبت سيدتنا عائشه اللي تقرا وبعدين ايه تمسك يد النبي تمسح بيها مستقبلا بالجسد. فلما ثقل كنت انفث عليه بروايه عنه بهن يعني بالمعوذات، وامسح بيد نفسه لبركتها، بروايه بيده نفسه
بالرواية بيد نفسه والرواية بيده بنفسه بيده نفسه. فسألت الزهري كيف ينفث؟ قال كان ينفث. فسألت الزهري كيف ينفث؟ قال كان ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه. وفي الرواية الثانية وجهه مستقبلا من جسده. في الرواية ايه اعرف؟ في الرواية دي فيها نوع من الاختصار. باب الرقى بفاتحة الكتاب. وفاتحة الكتاب ممكن ان ترقي بها، ممكن ان ترقي بالمعوذات اللي يقول ولا احد المعوذتين وترفع ذلك ثلاثا، وممكن ترقي بالفتح فاتحة الكتاب. باب الرقى بفاتحة الكتاب. ويذكر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن بشار اللي هو بندار شيخ الامام الشهيد بندار قال حدثنا غربا هو محمد بن جعفر قال حدثنا شعبا انا ربيب شعبا وتلميذه شعبا بن حبان عن ابي بشر. ابي بشر اسمه جعفر ابن ابي وحشيه، وابو وحشيه اسمه اياس يعني جعفر بن اياس. عن ابي المتوكل اللي هو علي بن داود الناجي. عن ابي سعيد هو ابي سعيد الخدري اللي هو سعد بن مالك بن سنان الصحابي. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان ناسا من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم اتوا على حي من احياء العرب فلم يقروهم، فلم يقروهم يعني لم يعطيهم حق الضيافه. وكان في العرب زمان الضيف اللي يجي على اي قبيله او قريه لابد ان هم ياكلوا ويشربوا واجب. لماذا؟ لان ماشي في صحراء، والصحراء لا فيها ايه استراحات ولا كافيتريات ولا فيها حد، وبالتالي ممكن يكون عطش وجاع ومش لاقي ياكل، فلو ما اكلوش اللي جاي عليه معناه هيموت. وما كانش في محلات ولا سوبر ماركت ولا يعرف يشتري من اي حته، كان نظام حياتي، وبالتالي كان قرى الضيف واجب، واجب عرفي ثم جاء الشرع اوجبه بقى واجب شرعي. كان الاول واجب عرف عرفا كده ثم صار بعد ذلك واجب شرعي اقرره النبي. لما انتشرت العمران اصبح مستحب. ليه؟ لان انت لما اديت مش حاجه هينزل ياكل في المطعم اللي تحت بسيط ويشرب حاجه ساعه على مصيف قهوه وكتاب، الدنيا بقت عامره خلاص، ويقدر ينام في الفندق الفلاني مش شرط بعيد وعالي. يعني لما انتشر القران صار قرى الضيف مستحب سنه وليس واجب، لكن زمان واجب يعني ياسب له. فدي كانت سريه بقياده سيدنا سعيد ابي سعيد الخدري بعثها النبي، ومروا على حي من احياء العرب فطلبوا القرى بتاعهم اللي هو حقهم المعتاد عرفا عند كل الناس عارفين، فلم يقروه. طلعوا ناس بخلاء فلم يقروهم. فبينما هم كذلك اذ لدغ سيد اولئك. يبقى كان هنا لما لا تؤدي الواجب عليه لابد ان يحدث شؤم ترك هذا الواجب بمصيبه جايه. انا حاسس بمصيبه جايه. تحس بيها امتى؟ لما تفرط في واجب. هم هنا فرطوا في واجب قرى الضيف، قام ربنا بعتهم عقربه لدرجه ايه؟ زعيم القبيله. لان يبدو ان زعيم القبيله هو اللي قال لهم ايه؟ ما تقولوش حد، احنا ما عندناش حاجه سيوله وما عندناش فلوس وما عندناش، احنا هنخرب نفسنا ولا ايه؟ راجل بخيل. فقام ربنا بعت له عقربه قرصته. ليه؟ لانه يتملص من الواجب العرفي الانساني اللي هو المفروض يبقى ايه مع كل الناس. يبقى لا تستفيد من هذه الحادثه ايه؟ معامله الله مع العباد. إن قصر العبد بواجب أرسل الله عليه بلاء. ليه بقى؟ عشان يعوضوا ثواب الواجب بصبر على البلاء. يبقى هو برضه انتقل من خير لخير. في ناس بتيجي بالعين الحمراء
فاهم؟ انت مش عايز تاخد ثواب القيام بالواجب وانت في العافيه، طب انا هبعت لك مرض تصبر عليه تاخد ثواب الصبر بس مع المرض. فاختار بقى، عايز عافيه مع الثواب ولا عايز مرض وثواب برضه؟ فاهم؟ بتعرف طريقه معامله الله لعباده تقوم تفهم. فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك فقالوا هل معكم من دواء أو راق فاحتجلوا. أهل القبيلة ما يعرفوش علاج الروح السم ده، ودول أجانب عندهم غرباء، قالوا لهم أنتوا عندكوش واحد يعرف يعالج لنا الراجل اللي لدغ؟ هل معكم من دواء؟ في رواية البخاري هل معكم دواء من غير منه؟ هل معكم دواء؟ أو راق يعني راق يرقي يعني. فقالوا إنكم لم تقرون ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا. أنتوا ناس بتكرهوا الناس. إحنا بقى مش هنعمل أي رقية إلا لما نتفق على إيه؟ على أجرة. الجعل اللي هو ليه الأجرة. أن تجعلوا لنا جعلا يعني أجرة. نتفق الأول على أجرة لأن أنتوا مش كرماء. لو كرمة احنا هنرقيه وعارفين انكم كرمة هتكرمونا، لكن انتوا جربناكم قبل كده عرفنا ان انتوا ناس لئام ما بتكروش الضيق، يبقى مش هنعمل لكم الخدمة دي الا بمقابل. فاهم؟ ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا. فجعلوا لهم قطيعا من الشاي، والقطيع من الشاي يعني 30، هم كان عددهم 30، فقالوا خلاص هتاخدوا 30 شاي، يعني كل واحد ياخد شاي. لو ايه؟ لو عملتم الرقيه دي او العلاج. فجعل يقرا بام القران، الراوي بقى له سيدنا سعد سعيد الخدري هو الراوي اللي كان بيرجع. فجعل يقرا بام القران. في روايه بالقران من غير ام القران، لكن روايه ام القران حددت انها الفاتحه. فجعل يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقه ويدخل ويدخل، ينفع يدخل ويدخل. فبرأ يعني بدأ يقرأ الفاتحة ويجمع ريقه اللي تولد من قراءة الفاتحة ويدخل بيه على كفه ويمسح بيه مكان اللدغ بتاع اللدغ. فبرأ يعني ايه؟ يعني صار ايه؟ في عافيه. قالوا فاتوا بالشاء، فبرأ فاتوا بالشاء فقالوا الصحابه بقى لما لقوه راى بالقران قال طب احنا هناخد اجر على القران وفاكرين هيرقي برؤيه غير القران. فاهم؟ لكن لو راى بالقران فقالوا احنا هناخد اجر على القران، مش هناكل الحاجه دي لما نقول للنبي نسال. فاهم؟ فأتوا بالشاء فقالوا يعني الصحابة الراقي لا نأخذه حتى تسأل النبي، في رواية حتى تسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فسألوه فضحك، ضحك يعني رضي كمال الرضا. فضحك صلى الله عليه وسلم وقال ما أدراك أنها رقية، يعني عرفت منين أنها رقية؟ يبقى الصحابه كانت بتجتهد اهو ان يبقى عندها سابق ما يدل على الجواز، والنبي يقولون لان معروف ان القران ربنا بيقول وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه، فاختار من القران ايه؟ الفاتحه. وما ادراك انها رقيا خذوها، يعني خذوا الشاء واضربوا لي بسهم، واعملوا حسابي معاكم عشان يطيب خاطره منها ايه؟ من ايه؟ من اعلى درجات الحلال، لان لو كان فيها شبهه ما كانش النبي يقول لهم اضربوا يعملوا ايه؟ خذوها واضربوا لي بسهم. واستدل الامام الشافعي على جواز اخذ الاجره على تعليم القران من هذا الحديث. على جواز اخذ الاجره من تعليم القران بهذا الحديث، لكن بغير شرط. بغير ايه؟ شرط.
باب الشرط في الرقية بالقطيع من الغنم. وفي وجهة الشرعية يجوز تعليم القرآن بالشرط، لأن هنا قالوا إيه؟ هتدونا إيه الأول؟ اجعلوا جعل، وشرط الجعل اللي هي الجعالة، باب الجعالة ده في باب في الفقه اسمه باب الجعالة، اللي هي شروط الجعل، الجعل اللي هو إيه؟ اللي هو المقابل لأداء الخدمة. الجعل هو مقابل مادي لأداء خدمة معينة، ده اسمه الجعل. قالوا لابد أن يتفق عليه مسبقا وأن يكون إيه؟ مقدرا. ما يبقاش كده مبهم. يعني ما ينفعش تجيب واحد تقول له تعالى ابني لي الجدار ده وهديك الحلاوة. الحلاوة دي إيه يعني؟ هتدي لي إيه؟ قد إيه يعني؟ لازم تبقى عارف هياخد قد إيه؟ راسه من رجليه. ولا يبني لك الجدار وبعدين تحط إيدك في جيبك وتدي له 5 جنيه. وهو قاعد يبنيه بقى له 3 أيام ولا 4 أيام. ما ينفعش. يبقى الجعالة يشترط فيها إيه؟ الاتفاق المسبق مع التقدير والتحديد وبيان وقت الايه الاداء كمان. اللي بعد ما تخلص هديلك. طب قبل ما تبتدي هديلك الربع، واثناء الخدمه هديلك الربع الثاني، ولما استلم اديك النص الاخير. ممكن تتفق معاه بهذه الطريقه. يعني المهم يبقى في اتفاق واضح، زي ما بتتفق انت مع العامل ومع المقاول ومع الخياط ومع ايه اي واحد تيجي مهني عشان يعمل لك خدمه معينه، لازم تحددها. فيشترط في الجوع لايه؟ الشرط اولا التقدير. ما ينفعش يبقى مبهم. المصريين يحبوا ايه؟ يقول لك مبهم، اعمل لك حكايه يقول لك الحلاوه. حلاوه دي ما انت ممكن تدي له بونيه. ايه الحلاوه؟ نعناع، ايه اللي يعني؟ وبعدين هو متصور الحلاوه بتاعتك بقى هتبقى مثلا 1000 جنيه، وبعدين يفاجئ انك انت بتدي له بونبونيه ملبسها. يقوم الراجل يصدم. ما ينفعش. طريقة المصريين الطيبة اللي هي هديك الحلاوة دي، لا حدد الحلاوة ايه؟ أي نوع من الحلاوة وقيمتها قد ايه؟ فاهم؟ باب الشرط في الرقية بالقطيع من الغنم. والقطيع قلت لك عند العرب قطيع غنم يعني 30 غنم معروف على طول. قطيع غنم يعني مقدم معروف عند العرب. زي ما أقول لك كده، واخد بالك ازاي؟ يعني هدي لك الشيء الفلاني ده معروف قيمته، اقول لك مثلا موبايل ماركة كذا موديل كذا. تنزل في السوق تسال عارف قيمته؟ ثمنه 2000 جنيه، خلاص عرفت يبقى انا هاخد 2000 جنيه. حاجة قيمتها 2000 جنيه. فهمت ازاي؟ أو يقول لك باكو. ساعات يقول لك أرنب. حاجات اللي إيه بيقولوا عليها الوقت في السوق كده بيعرفوها الناس. يقول لك بريزة. حاجات كده. ال 100 جنيه دي يقول عليها بريزة تصور؟ ما هي البريزة زمان دي اللي هي ال 10 سابع، 10 سابع 10 قروش. بقت الورقة الرومانية في مصر بقت اسمها البريزة. وإن لله وإنا إليه راجعون. باب الشرط في الرقية، في رواية باب الشروط في الرقية بالجمع دي. بقطيع من الغنم، وعن أبي فرح حدثني سيدان بن مضارب أبو محمد الباهلي قال حدثنا أبو معشر يوسف بن يزيد البراء. البراء دي وظيفته كان يبري النبل والرماح، فسمي البراء عشان أبو معشر يوسف بن يزيد البراء قال حدثني عبيد الله ابن الأخنس أبو مالك عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نفرا من أصحاب النبي في رواية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مروا بماء، يعني نزلوا على ماء قوم. كلمة ماء دي لأن العرب اللي عايشة في الصحراء أول ما تلاقي بير مية تعيش حواليه تعمل بلد قرية. فيبقى المية هو أصل الحياة، هو اللي بينشئ القرى. فمروا على ماء يعني على قرية فيها بئر. مروا بماء فيه إملتين أو سليم، فعرض لهم رجل من أهل الماء، نفس رواية الحديث اللي فات بس بألفاظ أخرى. فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال: هل فيكم من راق؟ إن في الماء رجلا لديغا أو سليما. فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء، على أجر شاء،
على قطيع شائع، على شائم. فبرأ يعني برأ الملبوس، فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك. يدلك على الورع، من الصحابة كان عندهم ورع، مش أي حاجة كده ياخدوها وخلاص. الورع وتحري الحلال، يبقى الورع وتحري الحلال. فلما جابوا الشاء قالوا لا مش هناخد منها لحد ما نسأل النبي، يبقى في نوع من الورع. فكرهوا ذلك وقالوا أخذت على كتاب الله أجرا، بيلوموه يعني. حتى قدموا المدينة فقالوا يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، أو كتاب الله، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. نعم. ومن هنا زي ما قلت لك أجاز الشافعية جواز أخذ الأجر على قراءة القرآن وعلى تعليم القرآن، وكان بالشرط وبغير شرط. في واحد يقول لك بغير شرط لأن ده قرآن وعباد، تشرطش اللي يجي لك خير. في واحد تاني يقول لك لا، يجوز الشرط، يجوز إنك أنت تحاسب. الأحناف لا يجيزوا، لا يجيزوا. باب رقية العين، يبقى الرقية من العين، يبقى عرفنا ان الرقيه تكون من السم واللثه، وهنا بقى الرقيه تكون ايضا من العين، العين اللي هي الحسد. وعن ابي قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان بن الثوري قال حدثني معبد بن خالد قال سمعت عبد الله بن شداد عن عائشه رضي الله عنها قالت امرني رسول الله، في روايه امرني النبي صلى الله عليه واله وسلم، أو أمر أن يسترقى من العين، أن يسترقى من العين، يعني يطلب الرقية من العين يعني من الحسد. يبقى المعيون اللي هو المحسود بنسميه احنا معيون، والعائن اللي هو الحاسد. علاج المعيون ايه اللي هو المحسود؟ إما ترقيه لو مش عارف مين اللي حسد، لو مش عارف مين اللي حسده نعمل ايه؟ هنرقيه. طيب عارفين مين اللي حسده؟ ناخد بقيه ماء الوضوء، نخلي الحاسد ده العائن يتوضا، وناخد باقي الوضوء اللي نزل من اطرافه نحمي بيه المعين، يقوم ايه؟ يبرد. يبقى ليه طريقتين. طريقه اذا كنا عارفين من العائن فناخد بقيه ماء وضوءه الذي مس اطرافه وايه؟ ونمسح به جسد المريض او نغسله به، وممكن كمان يشرب منه ايه؟ جرع، ويخف الحال. طب ما نعرفش من العائن يعني من الحاسد، يبقى نرقيه بالقران والمعوذات. واضح؟ وعن ابي قال حدثني في روايه حدثنا من جامع محمد بن خالد اللي هو الذهلي قال حدثنا محمد بن وهب الدمشقي قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا محمد بن الوليد الزبيدي قال اخبرنا الزهري، الزهري هو محمد بن مسلم بن شهاب عن عروه بن الزبير عن زينب ابنه ابي سلمه عن ام سلمه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم راى في بيتها جاريه في وجهها سفعه، يعني النبي شاف عند ستنا ام سلمه جاريه، يعني ايه؟ طفله صغيره. سموها جاريه ليه؟ عشان الطفله طول النهار بتجري لحاجه، سموها جاريه. كويس؟ بس في وجهها صفعه، يعني ايه؟ يعني في وجهها شيء شاحب كده لونه مختلف عن لون بقيه وجهها. في وجهها صفعه. فقال استرقوا لها فان بها النظره. قال الصفعه دي عين اصابتها، لان ظهرت بنت جاريه جميله فحسدوها فوشها بقى مبقع. فهمت؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ استرقوا لها، يعني اطلبوا لها من يرقيها، فان بها النظره، يعني اصابتها العين. والعين قد تصيب الانسان حتى من نظره الجن، مش شرط انس، يعني لو جني حتى حسد انسان ممكن يحسد. فالحسد قد ياتي من الانس وياتي ايضا من الجن.
وعلاجه زي ما قلت لك القرآن. وقال عقيل عن الزهري أخبرني، قال أخبرنا عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم تابعه عبد الله بن سالم عن الزبير. باب العين حق، يعني الإصابة بسبب الحسد حق، جعلها الله سبحانه وتعالى لها واقع وأثر في الحياة، وإن كان المؤثر هو الله إلا أن الله قد يقرن الأثر مع عين الحاسد فتؤثر بإيه؟ بتأثير الله، لأنه قرن الأثر مع وجود العين، كما قرن الذبح مع ممسة السكين للمسكوت، كما قرن الحرق مع ممسة النار للمحروق. فاهم؟ قران ايه؟ قران يسموه قران كوني، قران كوني طبيعي. فهمت ازاي؟ عرفي يعني تعارف الناس عليه، لكن ليس ايه؟ لا يوجد خالق الا الله، خد بالك، عشان كده قال العدوى، يعني حتى الميكروب نفسه ما بيعنيش ويمرض الا باذن الله. كذلك عين الحاسد لا تحسد الا باذن الله، والسحر لا يسحر الا باذن الله، وهم بضرنا من نحر الله، لابد ان ياذن، لكن لا يوجد شيء مؤثر خارج عن نطاق الاراده الالهيه، فكل يتحرك وفقا للاراده الالهيه. العين حق. وعن ابي قال حدثني الواحد حدثنا اسحاق بن مصر قال حدثنا عبد الرزاق اللي هو ابن همام عن معمر وابن راشد عن همام وابن المنبه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق. يعني العين حق يعني ايه؟ ثابته مجربه وليست فاعله. العين حق يعني ثابته، ثبتت بالتجربه ان العين حق. فهمت ازاي؟ ونهى عن الوشم، نهي تحريم الوشم اللي هو ايه؟ انك انت يغرسوا النيله او الصبغه بابر في الجلد عشان يغرس الصبغه تحت الجلد، يقوم يبقى الوشم دائم. فهمت ازاي؟ فده منهي عنه من الكبائر. الوشم ده اللي هو بالغرس ده، لكن دلوقتي بيعملوا وشم بالحنه، بالحنه رسم بس كده، ده لا شيء. لكن الوشم اللي هو ايه؟ بالغرس ده اولا يؤلم، ثانيا تختلط الصبغه بالدم والدم نجس فيثبت النجاسه تحت جلدك، واخد بالك؟ يؤلمك ويثبت، وثانيا كمان دلوقتي بالزمن بتاعنا ينشر الامراض المعديه، لما يقعد يغرس فيك بابره ويغرس بنفس الابره في واحد ثاني ويغرس في واحد ثالث، يبقى ان شاء الله اتنقل الايه؟ الفيروس من هنا لهنا لهنا، وبقى كل مريض. يبقى حرام من الكبائر الوشم حرام. لعن الله الوشمة والمستوشمة. الوشمة اللي هي بتقوم بالوشم، والمستوشمة اللي هي بتطلب ان توشم. وليه جابها بالمؤنث؟ لانه غالب الامر كان يفعله النساء، لكن حرام ايضا في الرجال. اذا كان حرام للنساء وهم اهل زينة، يبقى الرجال من باب اول ما يوشمش. وانتشر في اوروبا حاليا الوشم، لدرجة بعضهم يوشم جسمه كله يبقى مكان جنان اوروبي امريكي، شويه مجانين هناك يعملوا في نفسهم كده للاسف، واخد بالك؟ لان ما عندهمش من يهديهم، مساكين فقدوا الهدايه والنصح والارشاد. يبقى ونهى عن الوشم يعني نهي تحريم. كويس. باب رقيه الحيه والعقرب. وعن ابي قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سليمان الشيباني قال حدثنا عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه قال سالت عائشه عن الرقيه من الحمى. الحمى اللي هي السم، الحمى هي السم، كل ذات سم يسموها حمى. فقالت رخص النبي صلى الله عليه وسلم الرقيه من كل ذي حمى، من كل ذي سم. يبقى حيه وعقرب وكل ما يلدغ يجوز الرقيه ايه منه.
باب رقية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الرقية بقى اللي كان النبي بيرقي بيها ايه ألفاظها؟ لأن النبي أجازها رقية عموما، أي رقية طالما ما فيهاش ايه كلمات لها معاني قبيحة. وعن أبي قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال دخلت أنا وثابت على أنس بن مالك فقال ثابت. عبد العزيز بن صهيب دخل مع ثابت البناني على أنس بن مالك. ثابت البناني زوج بنت أنس بن مالك وخادمه في كبر سنه وراوي حديثه كويس. قال دخلت أنا وثابت على أنس بن مالك فقال ثابت يا أبا حمزة اشتكيت، يعني مرض. أبا حمزة يكون سيدنا أنس بن مالك. يا أبا حمزة اشتكيت، فقال أنس ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال بلى. قال اللهم رب الناس مذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما لا يغادر سقما. ينفع الاثنين سقما وسقما. يبقى رقية النبي إيه؟ اللهم رب الناس مذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء. شفاء يعني حتبقى إيه مفعول مطلق، يعني اشفي شفاء لا يغادر. شفاء هنا إيه؟ كأنها منصوبة على المصدرية، يسموها كده منصوبة على المصدرية. نسميها احنا في ايه؟ في العربي الضعيف اللي خدناه في ثانوي وإعدادي المفعول مطلق. ده العربي الضعيف، إنما العربي الأزهري يقول لك ايه؟ منصوبة على المصدرية. فهمت؟ اشفي شفاء أنا. لأن مصدر اشفي شفاء. فهمت؟ لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما يعني مرضا أو سقما يعني برضه مرضا. وعن أبي قال ولا يبدر يعني لا يترك، يعني شفاء تام، شفاء تام معافي. وعن أبي قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى. عمرو بن علي الفلاس شيخ الإمام البخاري يروى عن يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا سفيان هو الثوري قال حدثنا سليمان هو الأعمش سليمان بن مهران عن مسلم هو ابن صبيح الهمداني أبو جحر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوض بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول. يبقى ناخد من هذا الحديث أن عندنا الرقية تمسح موضع الألم بإيدك اليمين وتقول هذا الدعاء، تمسح بإيدك اليمين وتقول الدعاء، أدي عند الرقية كويس. عنده صداع تمسح رأسه وتقول الدعاء، عنده ألم في كتفه تمسح كتفه وتقول الدعاء، عنده ألم في ركبته تمسح ركبته وتقول الدعاء، يعني تمسح موضع. طب عنده ألم في عورته خلاص بقى مش هتحاول تمسح عورته لأن لا يليق. فاهم؟ يبقى يا دوب بس تمسح بطنك. فاهم؟ يعني خلي عندك نظر. يقول لك الشيخ قال لي اصل لازم امسح. لازم مش لازم تمسح. يستحب بس. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوض بعض أهله يمسح بيده اليمنى، واليد اليمنى موضع التشريف وكأن تيمنا بالشفاء كمان، تيمنا بالشفاء، ويقول اللهم رب الناس أدب الباس. تشيل الهمزة هي أصلا بأس، بس تقول تشيل الهمزة عشان يبقى الناس الباس تبقى لايقة على بعضها، يبقى كلام لايق على بعضه جميل. العرب بحب كده الكلام اللي لايق على بعضه يسموه مسبوع. فاهم؟ اللهم رب الناس أذهب الباس. الرواية الثانية مذهب الباس، هنا أذهب الباس. روايات يعني في رواية مذهب الباس ورواية أذهب الباس. واشفه وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما أو سقما. في رواية بقى من غير الواو من غير العطف يعني تقول ايه؟ اللهم اذهب الباس اشفيه انت الشافي
من غير واو، في روايات الواو، اللهم انت بالماس واشفيه وانت الشافي، فهمت بقى؟ في روايات الواو وروايات من غير واو، كل دي صحيحه، كل دي رقيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال سفيان اللي هو الثوري: حدثت بها به منصورا اللي هو ابن المعتمد، فحدثني عن ابراهيم عن مسروق عن عائشه نحوه، فجاب له اسناد ثاني. لما حدث بابن المعتمد جاب له اسناد ثاني من طريق اخر نفس الحديث، يعني قواه. وعن ابي قال: حدثني احمد بن ابي رجاء قال: حدثنا النضر اللي هو النضر بن شميل يستجيبين سته بن شميل، عن هشام بن عروه قال: اخبرني ابي عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان يرقي يقول: امسح الباس، امسح الباس، يعني ازل الباس، ازل الله، يقول: امسح الباس رب الناس بيدك، بيدك الشفاء لا كاشف له الا انت. دي صيغه ثانيه. امسح الباس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له الا انت. يبقى وردت ايه؟ روايات وصيغ كثيره بايه؟ برقيه النبي صلى الله عليه وسلم. انت ممكن تحفظ صيغه واحده او تحفظ الصيغ كلها براحتك. وعن ابي قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان بن عيينه قال: حدثني عبد ربه ابن سعيد عن عمره بنت الرحمن التابعيه، بنت عبد الرحمن التابعيه، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للمريض: بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا، في رواية يشفي سقيمنا بإذن ربنا. بسم الله تربة أرضنا، يجيب قطعة من التربة كده، شوية تراب، ويتلف عليها من الريق الشريف ويقول: بسم الله تربة أرضنا. هل أرضنا مقصود أرض المدينة ولا أرض المسلمين التي يذكر فيها الله ويقام فيها الشعائر ويؤذن ويتلى فيها القرآن ويتحرك فيها المسلمين فصارت مباركة لأنها ملتصقة بالمسلمين؟ تحتمل كل البلاد وتحتمل مقصد المدينة بس، وأنا أرى أنها تحتمل كل البلاد، لأن كل الأرض للنبي ولأمة النبي، جعلت فيها الأرض مسجدا وتربتها طهورا، كل الأرض. لكن بعض الناس بيخصها بايه؟ بتربة المدينة، ولازم يروح المدينة ويلم التراب ويعمل مش عارف ايه. خلاص كل واحد على اعتقاده. بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا، دليل على أن ريق المؤمن شفاء، لأن ريق المؤمن بيتولد من ذكر الله ومن الدعاء ومن قراءة القرآن، فريق مبارك. لا يأكل أكل إلا ويبسمل، ولا ينتهي من أكل إلا يقول الحمد لله، وطول النهار قاعد يصلي على النبي ويقرأ القرآن ويقرأ الفواتح ويصلي الفرائض ويصلي النوافل، فباستمرار لسان المؤمن لاهب بذكر الله، فالريق بتاعه ده متولد من هذا الذكر، يبقى مبدو بركة، ريق بركة. يبقى بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. في رواية يشفي سقيمنا بإذن ربنا. وعن ابي قال: حدثني، في روايه حدثنا صدقه بن الفضل قال: اخبرنا ابن عيينه عن عبد ربه سعيد عن عمره عن عائشه رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الرقيه: بسم الله تربه ارضنا وريقه بعضنا يشفى سقيمنا باذن ربنا. ونقف عند هذا الحد، نكمل غدا بعد صلاه العشاء ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر امورنا استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك امالنا. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب